كملوا العمل ديالنا اللي بدينا. الا وقعت لك شي فقاعه في الصباغه وغادي تتوقع، خذي الكوردون حاولي تكيها بها بدل الكوردون باش تحيد. الا ما بغاش تحيد خذي الكوطونتيج وحطي وهزي مع القطه اللي فيه كتلصق فيه وكتحيد. صافي هو الطابلو ديالنا كملناه، كملناه في الصباغه. كيف كتشوفوا الوضعات فيهم شويه البريون، اوراق الاخضر، براعم، انتما كتشوفوا اللوحه كامله. صافي كملات في الصباغه. خليوها تنشف، ممكن تخليوها ليله كامله من الاحسن، شي بلاصه ما فيهاش الغبره باش ما تلصقش فيها. الباليت اللي خدمنا بها كيف قلنا نقيوها، نحط طبقه خضراء، ناخذوا الكول، تنخوي في هذوك الاماكن اللي فيهم الصباغه، بابي مشوار، وكنمسحوها مزيان نقيوها باش نحتافظوا عليها مره اخرى نستعملوها. البانسوات كيف قلت لكم كنديرهم فشي قرعه فيها الكول، قراعي ديال الصباغه سالينا منهم نسدوهم. هذوك المخلفات اللي تيبقاو على العمل كنجمعوهم كاملين ونديروهم في هذيك الميكا ولا الطاسه اللي حداك، كل كيف قلنا نحافظوا على المكان العمل نقي، لان التنظيم هو نصف العمل في كل شيء. صافي نخليوها تنشف. ها هي من بعد ما نشفات كيف كتشوفوا كنحط عليها يدي، انا بيتها ليله كامله. صافي البيطا ولا المحدد كنبداو نخدمو بيه، دابا نحلوه كنديرو بيه هذوك العروق اللي قلنا ما غنديهمش في الاول، اللي بعد غنديروهم. اليمين يسار يمين يسار حتى كنكملوها. القلب ديال الورده قلنا هذوك الحبيبات غادي نبداو نديروهم بهذا المحدد، كنحط ونهز نحط ونهز، نقطه 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 نقطه، نحط ونهز وانا كنضغط على الانبوب. الورقه تي غنديرو العروق ديالها كيف كتشوفوا، العروق بطريقه عشوائيه يمين يسار، نفس الشيء الورقه الاخرى كيف قلنا بطريقه عشوائيه. نفس الشيء في الورده الصفراء حتى هي. القلب ديالها حتى هي نقطه نقطه، كنحط ونهز وانا تنعصر تنحط ونهز. نفس الشيء غادي نديروه مع اللوحه كامله. الا في حاله ما الا تبوشا لكم هذا الانبوب، انا ما تبوشاش ليا ولكن غنوريكم في حاله ما الا تبوشا، خذي الكوردون حلي هذاك الانبوب مع تتوقع هذه، حليه مزيان، خذي الكوردون ودخليه في هذاك الانبوب، حاولي تخرجي هذاك المعجون اللي كيكون حابسه. سمحوا لي انا كنخدم بيد وحده لان اليد الثانيه كنصور بها. صافي حتى كي يخرج هذاك اللي حابسها كنعاودو نستعملو. كما كتشوفوا كيفاش كتكون كيفاش كتجي، كنكمل اللوحه ديالي كامله، نعمر دوك العروق اللي ما درتش في الاول. الا طلعت لك الصباغه وانت كنتي تصبغي في الورده وطلعت لك الصباغه على هذوك العروق اللي كيكونوا في داخل الورده كتعاوديهم، خاصك تبيني كلشي.
صافي اللوحه ديالنا كملات، خصكم تبيتوها ثاني تنشف هذيك الكيطا ولا واحد الساعه ولا ساعتين ماشي مشكل. هي كينشف، انا درت الابيض من التحت باش تشوفوها كامله. هي كامله صافي اللوحه ديالنا كملات. انا درت ليها الساتان في الابيض من التحت، يمكن لكم ديروه كخلفيه كيف يمكن لكم ديروه في نسكي كيجي تا هو مزيان. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان، حاولوا تطبقوا وروني تطبيقاتكم والله يوفقكم. ان شاء الله نتلاقاو في الدرس الثاني اللي غيكون فيه الورده البلديه، علمكم كيفاش تستعملوا جوج الالوان.